يوم نحوس العجر نجيب جش نحط جش جواها ونمده فوق الجش ونغطيها بجلاتين كزراعته بحقول حزيمة بحقول بعاص يعني بهالمنطقة حوالينا هنا مشكلتها داوي ندور يعني داوي مشان الفار مشان كذا بالصيدليات يعني مفقودة أكثر الداوي نريدها مفقودة ونوع البذار يعني البذار تفرج عليه شنون يعني الفلاحين يريد بذار كويس دائما كانوا آبائنا يزرعونها بالكوم انتقلنا إلى مسكنة مسكنة بريف حلب الشرجي زرعناها 4-5 سنين ردينا انتقلنا لهين هين البلاد هذا كله ما يعرف البندورة يعني ما يعرف يقول لك شنو هاي عم ما تزرعها ما تصير بالوقت هذا جو بارد ما يعني ما تزبط معاكم